السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. اليوم راح نشرح عن static constructor. ال constructor أيضا ممكن يكون static. كيف؟ إذا أنت عندك static fields فممكن يكون ال constructor مالتك static. أنا عندي string name، عندي ال age، عندي static company name. إذا أريد أغير قيمة ال company name عن طريق الكونستركتور، لازم الكونستركتور ايضا يكون ستاتيك. فهنا انا اقدر اعمل كوبي لهذا الكونستركتور واجي انزل. طبعا تقدر تعمل اكثر من كونستركتور في نفس الوقت، ما عندك مشكله، بس الاتريبيوت لازم تكون مختلفه. فهنا تجي شو تسوي ككونستركتور؟ انتبه، كونستركتور خلي في بالك، اذا عملت ستاتيك ما يصير يحتوي على موديفاير او باراميترز، وهو يتم مناداتها لاجل تغيير الفيلد اللي يحتوي على الستاتيك. فاذا لازم نخلي له اي باراميتر بلس، ما يصير يحتوي على موديفاير، اذا نمسح الموديفاير. يعني راسا ستاتيك امبلوي هالشكل، هذول اثنين ما يحتاجون لان ذولا اصلا مو ستاتيك. اذا الكومباني نيم انا اريد اغير اسمه، فشنو اللي احتاجه؟ احتاج اخذ الكومباني نيم كوبي مثلا هذا بهذه الصورة، ما انطيت له قيمة، عن طريق الكونستركتور اغيره، اقول له الكومباني نيم راح يساوي محمد، او اذا كان نمبر اغيره بالرقم اللي اريده، تمام، بهذه الصورة فقط، لا اكثر لا اقل. طيب اذا انا حبيت انه انفذ هذا الكود شنو راح احتاج؟ هذا ستاتيك خلي نشيله لان موضوع الستاتيك انتهى، هذا كله راح اعمل لك اياها كومنت. انا بلشت اعطش تدرون، وبعده الصبح هنا نجي على بلش الصيام ياثر، هنا نجي نعمل لك كومنت. اوكي this one also comment، تمام هذا ما نحتاجه. خليني نجي هذا ناخذه ما امسحها، يعني راح أعطيكم إياها حتى تستفادوا من عنده، بس أنا نقدر نضيفه هنا أنا وأنتوا بعدين جيبوه. طيب هذا أيضا cut، تعال للأسفل paste. راح أحتاج منه ذولا اللي هو نفسه employ، صح؟ اللي يعني كنت أصنعهم هنا، مو employ أو even. إذا تحب إنه نعيد الكرة هم ما عندي مشكلة، هنا أنا بالstatic نجي نقول له employ em يساوي new employ بهذا الصيغة. وهنا لاحظ يشتكي، ليش؟ لأن يقولك لازم تخلي الاسم والأيج، هذا construct الأولاني اللي بدون public، فنقدر نستعين بذولا الاثنين أو ذولا الثلاثة whatever كان. ليش نكتبه ما دام هو موجود؟ بس نرفع الكومنت ان كومنت ذاتس ات بهذه الصيغه. واذا اريد اطبعهم اجي هنا هذا ان كومنت سلكشن ذاتس ات، برنت انفو موجوده. هذه بالنسبه شنو؟ بالنسبه لهذه القيم. فلما اجي اعمل الران المفروض انها تظهر لي، لاحظ الكومباني نيم محمد محمد، مع العلم انه انا هنا ما عينته، وينه؟ هنا لاحظ ما موجود، ما عينت له قيمه، بس لانه هنا بالستاتيك كونستراكتور قدرت اعدل عليها. فالفكره من الكونستراكتور الستاتيك هي فقط حتى شنو؟ نضع القيم للستاتيك فيلدز، هذول احنا نسميهم بالفيلدز، تمام؟ فاحنا عندك هنا مثلا عملت static string و company name وما ما معطي له قيمه، فتقدر بال static constructor تضع له قيمه. هذه الفكره. لين وصل لنهايه الدرس، نكمل الدرس القادم. مع السلامه.